صباح الخير، النهاردة هنستعرض مع بعض تكلفة وجبة اقتصادية فيها جميع العناصر الغذائية. أول حاجة نبتدي بطبق البروتين، ربع كيلو لحمة عامل 35 جنيه، ممكن يزيد شوية أو يقل على حسب نوع اللحمة وعلى حسب سعر اللحمة اللي موجودة عندك. واحد بيضة 3 جنيه، كيس بقسماط ب5 جنيه، لأن هقدم اللحمة وهعملها كفتة. تمام كده، يبقى إجمالي تكلفة الطبق دوت 43 جنيه. بالنسبة لطبق الخضروات، عملت طاجن تورلي، استخدمت كيلو بسلة ب12 ونص، نص بطاطس ب3، نص جزر ب2 جنيه، نص ربع طماطم ب2 جنيه ونص، يبقى اجمالي تكلفة الطبق 20 جنيه، وقدمت احلى صينية تورلي. بالنسبة للرز، استخدمت نص كيلو رز عامل 9 جنيه، ربع كيلو شعرية ب4 جنيه، اجمالي تكلفة الرز 13 جنيه، اجمالي الوجبة عامل 76 جنيه. الوجبة دي تكفي لغاية 7 افراد ياكلوا ويقوموا شبعانين باذن الله. لو حد قال لي التكلفة بتاعت 76 غالية عليا شوية، نقدر نشيل طبق اللحمة ونكتفي بالخضروات مع الرز، هيعمله 33 جنيه. ولو حد قال لي انا عايز بروتين بس اقل من اللحمة شوية، نقدر نضيف بيض، ولتكن مثلا هتحط 5 بيضات، ال5 بيضات في 3 هيعملوا 15، نضيف 15 لل33، يبقى اجمالي الوجبة 48 جنيه، قدمتها فيها بروتين وفيها كل العناصر الغذائية. وبكده بنكون بنحاول ان احنا نقدم افكار اقتصادية ويكون الاكل صحي، لاننا طبعا بنقدم الاكل نفسنا والأولادنا وعايزين نحافظ على صحتهم. ان شاء الله ناويين نعرض افكار كتيرة تكون كلها اكلات صحية، وهنحسب معاكم تكلفتها بتكون بكام. يا رب فكرة الوصفة تنال اعجابكم. كل الوصفات في صندوق الوصف، اللي حابب يرجع لها دمتم في رعاية الله.